الموضوع الثاني أخي محمد، موضوع الشرطة الشرطة البيئية. البيئية. الشرطة البيئية أنت عارف يعني هذه نقلة نوعية كبيرة أمانة تحسب وزارة الداخلية، وإذا كان في ناس فضل يعود إلى إنشاء هذه الإدارة فهو معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الصباح. إنشاء على فكرة هذه الإدارة على مستوى دول مجلس التعاون ترى الدولة الوحيدة اللي أنشئت هذه الإدارة متخصصة في شؤون البيئة. مستقبلا راح يكون فعلا لها دور يتطلع لها وزارة الداخلية من خلال التنسيق مع كافة الجهات المتصلة في هذا الموضوع. لكن هذا الجانب راح أتكلم عنه مستقبلا، أنا بتكلم في جزئية بسيطة، وأنا عارف السؤال اللي يدور في بالك ويدور في ذهن أغلب إخوانكم المشاهدين على موضوع الغرامات التدخين 50 دينار وفي حالة العود 100 دينار وعملية الجزاءات الموجودة في نصوص وغيرها من هذه الناحية. بس عشان أطمنك وأطمن إخواننا المشاهدين، ترى على فكرة قانون البيئة والقوانين المتعلقة بالتدخين وغيرها من هذه الناحية إحنا نستمدها من القوانين المتعلقة بالهيئة العامة للبيئة. حلو. إلى هذه اللحظة صحيح أنك عقوبة الآن 50 في حالة التدخين في الأماكن العامة و100 دينار في حالة العود، لكن سوف تصدر خلال الأيام القادمة اللائحة التنفيذية التطبيقية لها، بمعنى على من راح تطبق وفي أي موقع من المواقع وفي أي أماكن وغيرها من الإجراءات التفصيلية كلائحة تنفيذية لها. أما الآن ليه ما صدرت واجتماعات مستمرة ما بين الداخلية وما بين الهيئة العامة للبيئة لإصدار هذه اللائحة، ومن ثم إن شاء الله راح أتواصل معكم إعلامي. ترى على فكرة يمكن الغرامة مو 5 و10 آلاف فقط، تصل إلى 50 ألف دينار في حالة إذا كان المطعم أو مقهى يقدم أي نوع من أنواع التدخين وهو غير مرخص أو غير مسموح له في هذه الناحية. وأيضا يشمل المحميات، ترى على فكرة المحميات في البر، ويشمل أيضا المحافظة على البيئة البحرية في مواقع معينة. يعني اللائحة اللي راح تتعلق في البيئة ما راح يتعلق فقط على التدخين والمقاهي وغيرها، كثر ما يمتد إلى المحافظة على الثروة الحيوانية والمحافظة على الثروة البحرية أيضا في هذه الناحية. ممتاز. كل هذه ممتاز. الأمور إن شاء الله في الوقت المناسب وبعد ما تصدر اللائحة التنفيذية راح نحدد الشروط والضوابط ونقول بالضبط راح نطبقها على من بالضبط، لكن هي الآن هي تبحث وتدرس ومن ثم يعني تتبع لأي جهة في آلية التطبيق والتنفيذ من ناحية الجزاءات، ومن ثم نتكلم بشكل موسع مستقبلا عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون ودور المواطن في تجنب أي لائحة من هذه اللوائح المتعلقة.